السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الثانية دفعة طب الأسنان الحبيبة دفعة الصمود في الأسبوع الثاني من محاضرات النيورو أناتومي، واللي هنتكلم فيه النهاردة تحديدا على السريبرال كورتكس. وهنبدأ ندخل مع العالم برودمان في الكلاسيفيكيشن اللي عمله، وإزاي عطى البرين 92 areas و according to what function he named this area. وهنشوف قبل ما نعرف الكلاسيفيكيشن بتاع برودمان الاناتومي بتاع السريبرال كورتكس وازاي نقسمه الى اناتوميكال سالكاي اند جايراي. طبعا احنا عرفنا في المحاضره اللي فاتت ان البرين او السريبرال هيمسفير هاز 3 سيرفيسز، لاترال سيرفيس وميديال سيرفيس اللي سميناه ساجيتال وانفيريور سيرفيس. فاول ما هنبص على البرين هنبص عليه من اللاترال سيرفيس زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي. This is the lateral surface. طيب في تو سالكاي مهمين جدا جدا على اللاترال سيرفيس لازم ان احنا نعملهم ايدنتيفيكيشن في الاول. نخلي بالنا ان الكلام دوت مهم بالنسبه للعملي وبالنسبه كمان لمحاضرات النظري. فزي ما انتوا شايفين ده كده السريبرال سيرفيس او السريبرال هيمسفير، وبعدين قلنا في تو سالكاي مهمين. ادي اول سالكس اسمه سنترال سالكس، شايفينه اللي انا برسمه ده باللون الاحمر. السنترال سالكس اصلا بيبدا من على الميديال سيرفيس وبعدين بيعمل كيرف على اللاترال سيرفيس، بس بيوصل قبل اللاترال فيشر تقريبا بهاف ان انش ويقف، ما بيكملش مع البوستيريور ريموس اوف ذا لاترال فيشر. ايه البوستيريور ريموس اوف ذا لاترال فيشر ده؟ المحاضرة اللي فاتت قلت لكم إن في حاجة اسمها اللاترال سالكس، وكل ما بيكون ديب سالكس بنسميه فيشر. فالبوستيريور ريموس ده عبارة عن البوستيريور كونتينويشن اوف ذا لاترال سالكس اون ذا لاترال سيرفيس اوف ذا سيريبرال هيمسفير، لأنه أصلا بيبدأ من على الانفيريور سيرفيس. بيبدأ اللاترال فيشر من على الانفيريور سيرفيس. لما هنيجي نشوف الانفيريور سيرفيس بتاع السيريبرال هيمسفير هنعرف بعدين إن هو متقسم انتو تو بارتس، حاجة اسمها اوربيتال وحاجه اسمها ايه تنتوريال. فالبوستيريور سيرفيس ده او سوري الانفيريور سيرفيس بيكون عليه بدايه اللاترال فيشر زي ما انتم شايفين كده، ده بنسميه ستيم اوف ذا لاترال سالكس، وبعد كده بيعمل كيرف على اللاترال سيرفيس وبنسميه البوستيريور ريموس اوف ذا لاترال فيشر. يبقى انا دلوقتي قلت ان في حاجه اسمها سنترال سالكس وعرفنا بدايته من عند الميديال سايد، وبيعمل بيفضل على اللاترال سيرفيس لحد قبل البوستيريور ريموس اوف ذا لاترال فيشر. اللاترال فيشر ده بنسميه لاترال فيشر اوف سيلفيوس نسبه الى العالم اللي اكتشفه. طيب عندي فيشر تاني كنا حكينا عنه في المحاضره اللي فاتت اسمه بارايتو اوكسيبيتال فيشر. البارايتو اوكسيبيتال فيشر ده بقى بعكس السنترال سالكس، لانه كله بيكون مرسوم على الميديال سايد، ولكن جزء منه تقريبا الابر 1 سنتيمتر بيكون مرسوم على اللاترال سيرفيس. فاكرين لما قلنا ان احنا بنعمل ايماجينري لاين ما بين البري اوكسيبيتال نوتش والبارايتو اوكسيبيتال فيشر، وبعدين بنعمل ايماجينري لاين تاني ما بين البوستيريور اند اوف ذا لاترال فيشر مع الايماجينري لاين نمبر 1، وبكده بنقسم البرين الى فرونتال وبارايتال واوكسيبيتال وتمبرال لوبس. تمام، عدنا اهو الكلام اللي قلناه في المحاضره اللي فاتت. خلينا بقى نعمل زومينج على كل لوب عشان نعرف الامبورتنت سالكاي وجيراي قبل ما نعرف الفانكشن بتاعتهم. ده السنترال سالكس زي ما اتفقنا، السنترال سالكس اصلا بيبدا من على الميديال سايد. قدامه بالظبط باراليلي بيكون في سالكس تاني اسمه بري سنترال سالكس، وعلى فكره وراه هيكون في سالكس تاني اسمه بوست سنترال سالكس. يبقى اول سالكس اسمه بري سنترال سالكس تقريبا 1 انش ان فرونت اند بارالل تو ذا سنترال سالكس، طبعا في الفرونتال لوب. بعد كده الفرونتال لوب نفسه بنقسمه الى 3 جايراي عن طريق 2 سالكاي. اللي فوق ده الاثنين سالكاي بيكونوا هوريزونتال، اللي فوق بنسميه سوبيريور فرونتال سالكس واللي تحت ده بنسميه انفيريور فرونتال سالكس. طيب يا ترى الجايراي اللي ما بين السالكاي دي اسمها ايه؟ اول جايرس اللي هو ما بين السنترال والبري سنترال ده بنسميه بري سنترال جايرس، وده جايرس في غايه الاهميه لانهم اكتشفوا بعد كده ان هو في الموتور اريا اوف ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بادي زي ما هنقول بعد كده. بعد كده الجايرس اللي فوق السوبيريور
فرونتال سلكس بنسميه السوبيريور فرونتال جايرس، والجايرس اللي ما بين السوبيريور والانفيريور فرونتال سلكاي بنسميه الميدل فرونتال جايرس، والجايرس اللي هو تحت الانفيريور فرونتال سلكس بنسميه انفيريور فرونتال جايرس. نخلي بالنا ان كل من الجايراي دي هيبقى له فانكشن مهمه according to برودمان كلاسيفيكيشن. طيب دلوقتي احنا بنبص على الانفيريور سيرفيس، سوري على الانفيريور لوب اللي اسمه تمبورال لوب. فاكرين لما قلنا ان في تمبورال لوب في البرين من تحت؟ التمبورال لوب دوت بيتقسم الى 3 جايراي عن طريق 2 سلكاي. السلكس اللي فوق ده اسمه سوبيريور تمبورال سلكس، واللي تحت اسمه انفيريور تمبورال سلكس. ما بينهم بقى الجايراي ايه؟ تبقى السوبيريور تمبورال جايرس اللي ما بين البوستيريور اند اوف ذا لاترال فيشر والسوبيريور تمبورال سلكس، وبعدين الميدل تمبورال جايرس، وده اللي بيبقى ما بين السوبيريور والانفيريور تمبورال سلكاي، واخر واحد اللي هو الانفيريور تمبورال جايرس، وده اللي بيكون تحت الايه؟ الانفيريور تمبورال سلكس. كل واحد برضو ليه فانكشن مهمه. شوفوا هنا عمل ايه؟ عمل سيباريشن ما بين التو ليبس بتوع البوستيريور ريموس اوف ذا لاترال فيشر، يعني كانه بعد التو ليبس اوف ذا بوستيريور اند اوف ذا لاترال فيشر او بوستيريور ريموس اوف ذا لاترال فيشر. فلقى ايه؟ لان في اريا مدفونه جوه اللاترال سيريبرال هيمسفير، طبعا على الرايت وعلى الليفت. الاريا دي اكتشفوها حديثا، وبعدين قالوا ان هي تعتبر الفيفث لوب اوف ذا برين. الفيفث لوب لان احنا عندنا فور اناتوميكال لوبس اللي احنا قلنا عليهم، الفرونتال والبارايتال والاوكسيبيتال والتمبورال. طيب لما لقوا ان في لوب تاني از بيريد ثرو ذا بوستيريور ريموس اوف ذا لاترال فيشر، سموه الفيفث لوب اوف ذا برين، وعطوا له اسم انسولا. الانسولا دي حديثا اكتشفوا ان هي الهاير سنتر اوف ذا تيست سنسيشن، لان احنا عارفين ان التيست سنسيشن بيبقى كاريد ثرو ذا كرينيال نيرفز، وبعد كده بيروح للنيوكلياي اللي موجوده في البرين ستيم زي ما هنشرح بعدين في الكرينيال نيرفز والنيوكلياي بتاعت الكرينيال نيرفز، وبعد كده التيست سنسيشن بيطلع لفوق لحد لما يوصل للانسولا دي، علشان يبدا الواحد يشعر بالتيست ده. يعني لو ما وصلش للانسولا يو كانوت تيست ذا فود، لان هي ما دام اتفقنا ان السنسيشن بيوصل للسيريبرال كورتكس يبقى معنى كده ان في كونشسنس. كونشسنس يعني يو كان فيل ذا سنسيشن. طيب نروح على البارايتال لوب. اتفقنا ده اسمه ايه؟ ايوه انا سمعتكم بتقولوا اسمه سنترال سلكس. طب يا ترى السلكس اللي وراه ده بقى اسمه ايه؟ اسمه بوست سنترال سلكس، برضو بيكون 1 انش بيهايند اند بارالل تو ذا سنترال سلكس، يعني موجود في البارايتال لوب. طيب وايه كمان؟ في بقى جايرس مهم قوي ما بين السنترال والبوست سنترال سلكس، ده اسمه بوست سنترال جايرس. طب ليه مهم؟ لانه فيه السنسوري اريا اوف ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بودي، وبرده هنحكي عليه بعدين، ما تحملوش هم الفانكشن هنتكلم عليها كتير. الاوكسيبيتال لوب ريحناكم منه ومش عايزاكم تعرفوا فيه تفاصيل، تعرف بس ان هو بيهايند ذا بارايتو اوكسيبيتال فيشر وما بين البري اوكسيبيتال نوتش والايماجينري لاين اللي احنا اتفقنا عليه، يبقى كل اللي ورا ده اسمه اوكسيبيتال لوب. تمام. نيجي بقى للساجيتال سيرفيس او الميديال سايد اوف ذا برين، وده اللي فيه شويه سلكاي وجايراي كتيره شويه ومهمه في نفس الوقت. اولا هنتكلم على سلكس، احنا حكينا ان هو بيبدا من على الميديال سايد واسمه سنترال سلكس، يبقى ما تنساش ان السنترال سلكس is beginning on the medial surface of the brain تقريبا half an inch on the upper part of the medial side of the brain. طيب ده اول حاجه. تاني حاجة لازم تشوف استراكشر مهم قوي، واحنا كنا قلنا اسمه في المحاضرة اللي فاتت. شايفين الاستراكشر اللي انا برسمه ده؟ الاستراكشر ده اسمه كوربس كالوزم. ايه كوربس كالوزم ده؟ قدام شوية هنعرف ان في فايبرز اسمها كوميشورال فايبرز بتربط ما بين الرايت اند ليفت سريبرال هيمسفيرز، واتفقنا ان هو لازم يكون في لينك ما بين الرايت والليفت سريبرال هيمسفيرز علشان ما يحصلش
حاجه اسمها brain dissociation. يبقى your right side is aware of the movement or the sensation that happened on your left side. لكن لو حصل ان في ليجن في الكوربس كالوزم يبقى عندي مشكله اسمها brain dissociation وبتؤدي الى condition اسمها ابراكسيا زي ما هنتكلم عنها بعدين في الكوربس كالوزم ليجن. كوربس كالوزم ده من اكبر الكوميشورال فايبرز، هو اصلا اكبر كوميشورال فايبر that connect between the right and the left cerebral hemisphere. وفي زي ما اتفقنا حوالي 300 مليون نيرف فايبر. واتفقنا نيرف فايبر معناها ايه؟ معناها اللي هي خارجة من النيوكليس. يعني احنا عندنا فيه حاجة اسمها الجري ماتر. الجري ماتر دي بتكون عبارة عن السيل بادي بتاع النيرف سيل، لكن الاكسون بتاعتها دي بنسميها النيرف فايبر. يبقى كل الكوربس كالوزم او كل الفايبرز اللي موجودة جوه البرين هتكون عبارة عن الاكسونز دي، كولكشنز من الاكسونز دي بتعمل الفايبرز بتاعت ايه الموجودة جوه البرين، لانها بتكون وايت ماتر، لكن الجري ماتر بتكون في الجزء ده اللي هو السيل بادي. طيب نرجع للكوربس كالوزم. فوق الكوربس كالوزم بلاقي فيه سالكس ماشي بالظبط فوقيه بالظبط بالمنظر ده، اسمه كالوزال سالكس. وعلى فكره السالكس ده مهم قوي، لان بعدين هنعرف ان بيمشي فيه ارتري مهم جدا جدا اسمه انتيريور سيريبرال ارتري. anterior cerebral artery ده اصلا اللي بيغذي السجيتال سيرفيس او الميديال سيرفيس اوف ذا برين كله، anterior cerebral artery. تمام، فهو ماشي فين؟ في الكالوزال سالكس، وده هنقوله بعدين. طيب فوقيه فوق الكالوزال سالكس سالكس تاني اسمه سينجوليت سالكس، بيبدا من عند بدايه الكوربس كالوزم زي ما انتم شايفين كده، وبعدين يمشي بارالل للكالوزال سالكس، بس بيعمل حركه بيجي قبل نهايه الكوربس كالوزم، بيعمل ايه؟ بيروح طالع لفوق ورا السنترال سالكس، فبيعمل حاجه اسمها posterior upturned part of the cingulate sulcus. يبقى انا عايزاك تعرف الكالوزال سالكس وعايزاك تعرف ايه السنجوليت سالكس. طب ايه كمان؟ ما ننساش ان من ورا في حاجه اسمها البارايتو اوكسيبيتال فيشر. ايه البارايتو اوكسيبيتال فيشر ده؟ احنا مش قلنا ان في فيشر موجود على اللاترال سيرفيس تقريبا بيكون 1 سنتيمتر، وبعدين قلت لكم ان كله بيكون موجود على الميديال سايد اوف ذا برين، هو ده البارايتو اوكسيبيتال فيشر، وده اللي بيقسم ما بين البارايتال لوب قدامه والاوكسيبيتال لوب وراه. طب ايه كمان؟ عندي بقى سالكس مهم جدا 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 اسمه كالكراين سالكس، وفي بعض الكتب بنسميه كالكراين فيشر. طب هو ليه مهم يا دكتور؟ لان هو موجود على الميديال سايد اوف ذا اوكسيبيتال لوب، وحواليه بتكون فوقيه وتحتيه الاوكسيبيتال سنتر، ده بيكون موجود في الفيجوال سنتر او الفيجوال اريا، هنقول بعدين الكلام ده في الفانكشن. يبقى انا دلوقتي عايزاك تعرف لي بس الاناتوميكال سالكاي اند جيراي، تعرف الكالوزال، تعرف السنجوليت، وتعرف البارايتو اوكسيبيتال والكالكراين، وما تنساش السنترال سالكس. طيب الجيراي، مش احنا اتفقنا ان في جيراي بتكون ما بين السالكاي؟ فوق الكالوزال سالكس الجيرس ده اللي هو ما بين الكالوزال والسنجوليت، معلش الاسماء بتكون في الاول كتير لكن بالتكرار بتحفظوها. الجيرس ده اسمه سنجوليت جيرس، اسمه ايه؟ سنجوليت جيرس. والمعلوماتك السنجوليت جيرس ده عامل حاجه اسمها ثيكس لوب اوف ذا برين، يعني لوب نمبر 6 لوب اوف ذا برين. هو احنا كنا قلنا ان في خمسه، قلنا ان في خمسه، ما تنساش ان احنا ضفنا واحد اسمه انسولا، والانسولا قلنا عليه الفيفث لوب اوف ذا برين وعطيناه التيست فانكشن. امال السكس لوب اوف ذا برين ده فايدته ايه؟ وليه حطيناه له لوحده؟ لانهم حديثا لقوا ان ليه فانكشن لوحده وسموه ليمبك لوب. ايه ليمبك لوب ده؟ الليمبك لوب ده اللي بيتحكم في الايموشنز بتاعت حضرتك، بيتحكم في البيهيفير، بيتحكم في السكشوال فانكشن، بيتحكم كمان في السميل فانكشن. ليه فانكشنز كتير وليه كونكشنز كتير مع البرين، هنحكي عنه في محاضرة منفصلة، بس انا عايزاك تعرف بس دلوقتي ان السنجوليت جايرس ده اهم بارت في الليمبك سيستم وبيسموه ليمبك لوب. طيب ده بالنسبة للسنجوليت جايرس. في جايرس تاني
اه ده في جيراي مهمة جدا، لكن انا مش هقول لكم على اسمائها دلوقتي لحد لما نوصل للفانكشن بتاعت البرين، عشان هنربطها باسماء بالفانكشن بتاعت الايه البرين اللي على الميديال سايد. قبل ما نسيب السلايد دي، عايزاك بس تعرف حاجة مهمة، ان في هنا كورة، الكورة دي بتكون شكلها كده اوفال شيب، شايفين الكورة دي موجودة على الميديال سايد اوف ذا برين، الكورة دي اسمها ثالاماس. اسمها ايه؟ ثالاماس. دي بتعتبر السكرتري اوف ذا برين. يعني ايه؟ يعني كل السنسيشنز بتروح للثالاماس، علشان الثالاماس تبدا تعمل لها ايدنتيفيكيشن وبعدين توزعها according to the function of the loops of the brain. يعني مثلا لو لقيت ان السنسيشن دي بتتعلق بالفيجن، يبقى انا هودي السنسيشن دي هتطلع لحد الثالاماس، وبعدين هودي السنسيشن بتاعت الفيجن دي للايه؟ للاوكسيبيتال لوب، لان هو ده المختص بالفيجوال اريا. لو لقيت ان السنسيشن دي عباره عن جنرال سنسيشن زي البين والتاتش والتمبريتشر، يبقى هودي السنسيشن دي للبارايتال لوب، لان هو المختص بالجنرال سنسيشنز. لو لقيت ان السنسيشن دي مختصه بالهيرنج او ليها علاقه بالسمع، يبقى هوديها على التمبورال لوب تحت، لان هو ده اللي فيه السنتر اوف ذا هيرنج، وهكذا. عشان كده سموها ذا لارجست سنسوري اند ريلي ستيشن، اللي هي ايه؟ الثالاموس. فانا عايزاك بس تعرف مكانها دلوقتي، هي موجوده على الميديال سايد اوف ذا برين تحت بالظبط الكوربس كالوزم. طيب كده تمام، نيجي بقى للانفيريور سيرفيس اوف ذا برين. زي ما انتم شايفين، كنت رسمت لكم رسمه بسيطه قوي في الاول كده عشان اوريكم ان الانفيريور سيرفيس ده بيتقسم الى تو بارتس. وانت شايف الانفيريور سيرفيس اوف ذا برين، هتلاقي فيه اللونجيتيودونال فيشر اللي بيقسم البرين انتو رايت اند ليفت سيريبرال هيمسفيرز. هو ده اللونجيتيودونال فيشر، من قدام ومن ورا. دلوقتي بقى عندي رايت سيريبرال هيمسفير وليفت سيريبرال هيمسفير. يجي سلكس تاني يبدا من على الانفيريور سيرفيس، بيقسم لي الانفيريور سيرفيس انتو تو بارتس. شايفينه؟ هو ده السلكس. ده اسمه ايه؟ مين شاطر هيقول لي؟ اسمه ستيم اوف ذا لاترال فيشر. كنا حكينا ان هو بيبدا من على الانفيريور سيرفيس، اسمه ستيم اوف لاترال فيشر. امال بقيه اللاترال فيشر بنسميه ايه؟ بنسميه البوستيريور ريموس اوف ذا لاترال فيشر، واللي بيحصل له اكستنشن على اللاترال سيرفيس اوف ذا برين. طيب الستيم اوف ذا لاترال فيشر ده قسم لي الانفيريور سيرفيس اوف ذا برين انتو تو بارتس. البارت ده بنسميه اوربيتال سيرفيس. ليه اوربيتال؟ لان انت لو تتخيل شكل البرين موجود جوه السكال بتاعتك، بيكون الجزء ده فوق الاوربيتال بون، عشان كده سميناه اوربيتال سيرفيس. والجزء اللي ورا ده كله بنسميه تنتوريال سيرفيس. طب ليه سميناه تنتوريال سيرفيس؟ لان احنا الجزء ده بيكون نايم فوق حاجه من الديورال فولدز اسمها تنتوريوم سيريبيلاي. والشاطر فيكم اللي هيفتكر ايه هو التنتوريوم سيريبيلاي ده. التنتوريوم سيريبيلاي عباره عن فولد من الديورة، وبيكون عامل سيبريشن ما بين البرين من فوقيه ومن تحتيه سيريبيلم، عشان كده سموه تنتوريال سيرفيس. تمام؟ يبقى الانفيريور سيرفيس بيتقسم الى اوربيتال اند تنتوريال بارتس. نيجي بقى للجزء اللي احنا مستنيينه من بدري قوي، وهو الفانكشن بتاعت البرين. طب انا عرفت السلكاي والجيراي اللي موجوده في البرين، خليني بقى ادخل جوه واعرف الفانكشن بتاعت البرين، وازاي صاحبنا برودمان ده قسمها الى 92 areas. هم لقوا ان البرين جزء منه بيبقى فيه السنترز بتاعت السنسيشن، وجزء منه بيبقى فيه الموتور موفمنت، او هو المسؤول عن اعطاء الموتور اوردرز للبودي، وجزء تاني بيكون له فانكشن اسمها اسوسيشن. يعني ايه اسوسيشن؟ يعني بيعمل هيلبنج للموفمنت، او بيعمل هيلبنج للسنسيشن. ازاي الكلام ده؟ يعني في كل لوب هتلاقي فيه السنتر، وهتلاقي حوالين السنتر ده في حاجه اسمها اسوسيشن اريا. الفانكشن بتاعت السنتر ان هي تعمل الحركه، لو هي السنتر بتاعت الموتور موفمنت، يبقى الفانكشن بتاعتها انها هتعمل بروديوس للموتور موفمنت. والفانكشن بتاعت السنسوري اريا انها هتعمل بيرسبشن، جاست بيرسبشن للسنسيشن، يعني تستقبل بس الاحساس. امال ايه الفانكشن بتاعت الاسوسيشن دي؟
اولا تعرف ان الاسوسيشن اريا بتكون حوالين السنتر، الفانكشن بتاعتها بتكون helping to understand the movement او helping to understand the sensory stimuli. يعني ايه الكلام ده؟ وضح لنا اكتر يا دكتورة. يعني مثلا الموتور اريا اللي موجودة في البرايمري موتور كورتكس، هنعرف بعدين ان هي موجودة في البري سنترال جايروس، مسؤولة عن البرودكشن اوف ذا موتور اوردرز، بس تطلع اشارة الحركة، بس مجرد انها تعمل برودكشن اوف ذا موتور موفمنت. نخلي بالنا احنا كنا اتكلمنا ان الرايت سيريبرال هيمسفير از كنترولينج ذا ليفت سايد اوف ذا بودي، والعكس برضو صحيح، ان الليفت سيريبرال هيمسفير اللي هو الدوميننت في اغلب الناس بيبقى كنترولينج ذا رايت سايد اوف ذا بودي. قلنا البرودكشن للموفمنت دي بتكون الفانكشن بتاعه البرايمري موتور اريا اللي هي موجوده في البري سنترال جايروس. طيب الاسوسيشن اريا بقى اللي حواليها اللي بنسميها سكندري موتور اريا او البري موتور اريا 6، دي بتبقى فايدتها ايه؟ بتبقى فايدتها كوردينيشن اوف ذا موتور موفمنت، يعني بتخلي جسمك يتحرك في هارموني، بتساعد عضلات جسمك انها تتحرك مع بعضها. يعني لو قلنا ان الحركه هتصدر من البرايمري موتور اريا، هتلاقي الحركه دي بتحرك مثلا صبعك الاندكس فينجر، بس حركه محدوده، بيسموها هايلي سكيلد موفمنت، بريسايز هايلي سكيلد موفمنت. طب عشان احرك صباعي ده مثلا في الرايتنج موفمنت وانا بكتب، هل بتحرك صباعك بس؟ لا، ده انت بتحرك عضلات الشولدر، وبتكون واضع الالبو مثلا في حاله الفليكشن، بتكون مثلا عامل فليكشن انتو يور رايت ارم، والليفت ارم مثلا بيكون اكستندد. طب مين بقى اللي بيعمل كوردينيشن اوف ذيس ديفرنت موتور موفمنتس؟ عندي في اريا هيلبنج للبرايمري موتور اريا اسمها سكندري موتور اريا او بري موتور اريا 6، زي ما هنتكلم عنها كمان شويه. طب بالنسبه للسنسيشن، عندي في حاجه اسمها برايمري سنسوري اريا، دي موجوده في البوست سنترال جايروس، فايدتها perception of sensation، يعني بس تستقبل الإحساس، تقول آه ده في هنا إحساس، أنا حسيت بحاجة، لكن هعرف الحاجة دي مثلا cold ولا hot، هعرف الحاجة دي touch ولا pain، هعرف الحاجة دي برضو touch ولا pressure. الكلام ده كله الـ identification أو الـ meaning of the sensation is perceived by the association area أو secondary association area. تمام؟ يبقى ده ببساطة الفانكشن بتاعت البرايمري اريا والاسوسيشن اريا. فالبرايمري اريا دي ممكن تكون سنسوري وممكن تكون موتور. الاسوسيشن في منها موتور وفي منها سنسوري، في منها فيجوال، في منها اوديتوري، زي ما هنعرف بالتفصيل بعد كده. طيب نتكلم في الاول على اهم اريا موجودة في البرين، وهي البرايمري موتور وسنسوري اريا. خلينا نبدا بالبرايتال لوب، نتكلم على البرايمري سنسوري اريا. اولا هي موجوده فين؟ السنسيشن او السنسوري لوب اوف ذا برين موجود في البرايتال لوب، ونفتكر دي كويس قوي. لكن الموتور لوب موجود في الفرونتال لوب. طيب اولا هي الاناتوميكال لوكيشن بتاعها فين؟ موجوده في البوست سنترال جايروس، يعني ورا السنترال سالكس. شايفين ده السنترال سالكس اهو، الاريا دي اللي موجوده في البرايتال لوب ما بينها وما بين البوست سنترال سالكس، دي بنسميها البرايمري سنسوري اريا. صاحبنا برودمان اداها ارقام 312. وليه 312؟ ليه مش 123؟ لانه اكتشف السنترال بارت بتاعها في الاول فعطاها رقم 1، بعدين اكتشف اريا تانية فعطاها رقم 2، بعدين اكتشف الابر بارت وعطاها رقم 3، فسمى الاريا دي 312 according to the history of discovery. طيب نعرف كويس قوي ان الاريا دي اللي موجوده في الرايت controlling your sensation perceived on the left side، يعني لو في sensation مثلا انت شكيت زميلك بدبوس على الليفت هاند، يبقى عندك الرايت post central gyrus هو المسؤول عن perceiving this stimulation. لقوا ان الجسم بيبقى represented upside down. يعني ايه represented upside down؟ يعني معنى كده ان الاريا دي، خلينا نرسمها مكبرة شوية، اهي ده central وده post central. تمام؟ لقوا ان الهيد اريا موجودة في lowermost part of
the post central gyrus. تمام؟ لقوا ان دي الهيد اريا، ولقوا ان في النص هنا منطقه الترانك. منطقه الايه؟ الترانك. يعني معنى كده ان الجسم متمثل بالعكس، الهيد اريا تحت واللور لمب اريا موجوده على الابر موست بارت اوف the post central gyrus، دي اللور لمب اريا. لدرجه ان اللور لمب اريا لقوا ان اخر اللور لمب بيكون كيرفنج على الميديال سايد. اخر اللور لمب ده اللي هو ايه؟ اللي هو الفوت، الاريا بتاعت الفيت والليج، لقوها بتعمل كيرف من ورا على الميديال سايد اوف ذا سريبرال هيمسفير. فقالوا ان الريبريزنتيشن دي اللي هي الابسايد داون دي خاصه بالموتور والسنسوري اريا الاثنين مع بعض، بحيث ان الهيد اريا تبقى تحت، الترانك يكون في النص، اللور لمب اريا بتكون في الابر موست بارت اوف ذا بوست سنترال جايرس. طيب لقوا ايه كمان؟ لقوا ان الريبريزنتيشن ده is not according to the size of the limb or the size of the organ. امال according to what؟ according to how much sensations does this part receive. يعني مثلا لقوا، شايفين منطقة اللبس دي قد ايه ممثلة في منطقة الكورتكس بتاع البرين؟ لان اللبس بتكون فيها السنسيشنز او الريسبتورز بتاعت السنسيشنز كتير، فهتلاقي ان منطقة اللبس دي كبيرة جدا في منطقة السريبرال كورتكس. وهتلاقي مثلا ان الهاند نفسها وخصوصا الثمب والاندكس فينجر اللي هم فيهم سنسيشنز كتير ممثلين برضو بمساحة كبيرة جدا على السريبرال كورتكس. نفس الكلام بالنسبة للفيت. فلقوا ان الريبريزنتيشن دي برضو موجودة في الموتور اريا. كل ما بتكتر السنسيشن كل ما بيزيد الريبريزنتيشن بتاعها على البرين، مش كل ما بيكون حجم الاورجن او حجم البارت كبير. يعني شوف قد ايه منطقه الترنك ممثله على السريبرال كورتكس لان مفيش ريسبتورز فيها كتير. يبقى معنى كده ان كل ما بتزيد السنسيشن او كل ما بيزيد الريسبتورز هيزيد الريبريزنتيشن على البرين. تمام؟ ده برضو الكلام ده بالنسبه للجينيتال ارياز، برضو بيكون فيها ريسبتورز كتير فبتكون ممثله باريا كبيره على البرين. تمام؟ يبقى في عده معلومات نعرفها على البرايمري سنسوري اريا. اولا ان الفانكشن بتاعتها ان جاست ان هي بريسيف ذا ستيميوليشن او بريسيف ذا سنسيشن. بتريسيف السنسيشن منين؟ من الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي. البودي از ريبريزنتد ابسايد داون ان ذس اريا، سو ذات ذا هيد اند فيس اريا ار ريبريزنتد ان ذا لوور موست بارت اند ذا لوور لمب اريا is represented on the uppermost part and even is curving on the medial side of the brain. لقوا ان الريسبتورز كلما كانت اكتر كان الريبريزنتيشن بيكون اكبر على السريبرال كورتكس. الكلام ده برضو هنحكيه في الموتور اريا. تمام؟ طيب لو حصل ليجن في الاريا دي تفتكروا ايه اللي هيحصل في الشخص؟ لو انت عندك ليجن في الرايت primary sensory area، اولا هيحصل loss of sensation on your left side of the body. دي بنسميها ايه؟ هيمي. يعني ايه هيمي؟ يعني نص. انثيزيا يعني you cannot feel the sensation. هيمي انثيزيا. يعني الكلام ده ازاي؟ يعني الكلام ده لو انا في sensation موجود عندي on my right upper limb، لو في مشكلة في left primary sensory area I cannot feel it. مش هفهم ولا هعرف ولا هحس بالسنسيشن اصلا. عشان كده الشخص اللي بيكون عنده ليجن في الاريا دي بيكون عنده loss of sensation in his opposite side of the body. تمام؟ بيسموها هيمي انفيزيا. مش مهم تعرف اسم الليجن قد ما مهم تعرف الكيفيه بتاعت الليجن دي بتحصل ازاي. طيب يبقى دي اتكلمنا على ايه؟ احنا بدأنا بالسنسوري اريا واتكلمنا على البرايمري سنسوري اريا. البرايمري سنسوري اريا فايدتها بريسيفنج ذا سنسيشنز زي البين والتاتش والتمبريتشر والحاجات دي. طيب الفيجن برضه سنسيشن، ولكن الفيجن السنسيشن بتاعته بتكون مختصه بلوب كامل في البرين اسمه ايه؟ اوكسيبيتال لوب. اسمه ايه؟ اوكسيبيتال لوب. هو ده اللوب اللي بيسموه الفيجوال كورتكس. طيب الاريا اللي مسؤولة عن البرسيفنج الفيجوال ستيمولاي اللي هي جاست انها تستقبل الفيجن
خلي بالنا ان في فرق مهم في الفانكشن بتاعت الاوبتيك نيرف والفانكشن بتاعت السنسيشن اوف ذا فيجن. طيب زي ما حكينا ان في برايمري فيجوال اريا اللي هي فيها السنتر اوف ذا فيجن، في كمان حاجه اسمها اسوسيشن اريا او فيجوال اسوسيشن اريا، وانت قلت لنا يا دكتوره انها بتكون جنب البرايمري فيجوال اريا او جنب السنتر، صح الكلام ده؟ فهنلاقي السنتر بتاع الفيجوال اريا موجود حوالين الكالكراين سالكس، لكن الاريا اللي حواليه اللي هي موجوده على الميديال سايد اوف ذا برين وكمان على اللاترال سايد اوف ذا برين بيسموها الفيجوال اسوسيشن اريا. عطوا البرايمري فيجوال اريا دي رقم 17 والفيجوال اسوسيشن اريا عطوها رقم 18 و19. خلينا نشوف على السريبرال هيمسفير ده كده البارايتو اوكسيبيتال فيشر. فاكرين لما قلنا ان في بارايتو اوكسيبيتال فيشر بيكون من على اللاترال سيرفيس لكن كله بيكون مرسوم على الميديال سايد؟ اهو ده البارايتو اوكسيبيتال فيشر. مش قلت لكم ان في حاجه اسمها كالكراين فيشر موجود على الميديال سايد؟ هم سموه كالكراين على فكره علشان شكله عامل زي منقار لطائر اسمه طائر العقاب. طائر العقاب بيكون المنقار بتاعه عامل كده هو بالظبط، فسموا يعني دي مثلا راس الطائر اهي كده اهي، وده رسمه المنقار بتاعه، فسموا الكالكراين بنفس الاسم علشان هو شكل منقار طائر العقاب. فالكالكراين فيشر ده لقوا انه حوالينه الفيجوال سنتر، يعني بيكون الفيجوال سنتر موجود في الاريا دي بالظبط، وعطوا الفيجوال اريا رقم 17 اللي هو ايه البرايمري سنتر. يعني ايه السنتر؟ يعني جاست بريسيفنج الفيجوال ستيمولاي بيكون موجود على السنتر، تمام؟ يعني مثلا لو انا شفت مثلا قدامي قلم او شفت كوبايه او شفت كتاب، اني بس جاست بريسيفنج السنسيشن دي بيكون مسؤوليه البرايمري فيجوال اريا. لكن understanding what can I see، يعني اقدر اقول اه ده قلم، ده كتاب، ده كراسه، دي غرفتي، دي ماما، دي بابا، الاندرستاندنج ده مسؤوليه الفيجوال اسوسيشن اريا اللي هي بتكون محيطه بالسنتر كله من على الميديال واللاترال سيرفيس واللي بيكون ليها رقم 18 اند 19. نخلي بالنا بقى هنا في نقطه مهمه، ان السنتر بتاع الفيجن ده احنا اتفقنا ان الرايت سيريبرال هيمسفير از كنترولينج ذا ليفت سايد اوف ذا بودي. طيب الرايت فيجوال اريا اللي هي موجوده على الرايت سيريبرال هيمسفير كان كنترول ذا ليفت سايد اوف يور فيجوال فيلد. يعني ايه بقى الليفت سايد اوف يور فيجوال فيلد؟ يعني لو انت دلوقتي دي مثلا التو ايز بتوعك اهو، ماشي، هنا ده البيوبل، تمام؟ لو انت بتشوف الرايت، خلينا نقسم الجزء ده كده نسميه الرايت سايد اوف ذا فيجوال فيلد، والجزء الناحيه الثانيه ده نسميه ليفت سايد اوف ذا فيجوال فيلد. يعني ببساطه لو انت بتبص بعينيك الاثنين تو ذا رايت سايد ده بيسموه الرايت فيجوال فيلد، لكن انت لو بتبص بعينيك الاثنين تو ذا ليفت سايد ده بنسميه ليفت فيجوال فيلد. طيب لما بتبص بعينيك الاثنين تو ذا رايت، يعني معنى كده ان يور رايت اي and your left eye are going to the same direction علشان يشوفوا ال right side of the visual field. مين المسؤول عن ال right visual field؟ موجود في left، ها في left ايه؟ visual cortex اللي موجود عند ال left cerebral hemisphere. لكن مين المسؤول على انك تبص بعينيك الاثنين to the left side؟ ال right cerebral hemisphere، تمام؟ يبقى ده ببساطة إزاي الـ visual field perceiving the visual stimuli. فإذا لو أنت عندك lesion في الـ right visual area اللي هي الـ area 17 اللي موجودة عند الـ right cerebral hemisphere، what do you think؟ هتقدر تشوف الـ left visual field ولا مش هتقدر تشوفه؟ We cannot see the left visual field if we have a lesion in our right visual area. يعني معنى كده اني مش هقدر اشوف الناحية الشمال من ال visual field بتاعتي، صح؟ طيب say ان انا عندي المشكلة مش في ال visual center ولكن المشكلة في ال visual association area اللي هي في area 18 و 19. I can see my visual field are working, the visual field is working good, but I cannot understand what can I see. يعني أقدر أشوف؟ نعم أقدر أشوف،
لكن مش قادر افهم انا شايف ايه. هو ده ببساطه الفانكشن اوف السنتر والاسوسيشن ايرور. يبقى السنتر انا هشوف الشيء، لكن الاسوسيشن I can understand what I am seeing. يبقى لو حصل ليجن في السنتر I cannot see the visual field، لكن لو حصل ليجن في الاسوسيشن اريا I cannot understand what can I see. I hope ان انتوا تكونوا understand الجزء ده، لانه هو مهم جدا في الليجنز بتاعت السريبرال كورتكس. خلي بالنا ان هنا في تقسيمه زياده انا مش عايزاكم تعرفوها، ان الاريا اللي هي في الفيجوال فيلد دي بتتقسم اكوردنج تو ذا فانكشن. يعني في اريا بتكون الفانكشن بتاعتها بس انها تشوف الفيسز وتعمل فيس ريكوجنيشن، في اريا بتكون الفانكشن بتاعتها بس انها تعمل كلر ريكوجنيشن او تعمل ايدنتيفيكيشن للديفرنت كلرز. عشان كده لو حصل ليجن مثلا في الاريا دي بيحصل حاجه اسمها كلر بلايندنس، اللي هو عمل الوان. لكن التفاصيل دي لا انا مش عايزاكم تعرفوها، تمام؟ اللي هو نفس الكلام هنا برضو، في اريا بتكون للفيس ريكوجنيشن وفي اريا بتكون للكلر اريا، تمام؟ احنا هنقف لحد الجزء ده ونكمل ان شاء الله المحاضره الجايه مع بقيه البرودمان كلاسيفيكيشن والفانكشن الجميله بتاعه السريبرال كورتكس بتاعنا. I hope you understand this lecture and find it interesting. ان شاء الله اشوفكم في المحاضره الجايه. Thank you very much. والسلام عليكم.